اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة، وهي عورة ابن سبع سنين إلى عشر وهي الفرجان، ومتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومنها استقبال القبلة. طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: من شروطها، الضمير يعود إلى الصلاة. أيوة، من شروط الصلاة التي يجب على المؤمن أن يراعيها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. ستر العورة، العورة هي كل ما يقبح كشفه، هذا في اللغة، والمراد به هنا ستر العورة التي يجب سترها في الصلاة. وذاك يختلف باختلاف الإنسان، كما سيأتي في تقسيم المصنف رحمه الله للعورة في الصلاة وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام. فالعورة هي كل ما يستحيى من إظهاره، هذا في اللغة، وأما في الاصطلاح فيختلف، فسترها يختلف باختلاف مناط الستر، أي المطلوب أو ما علق عليه طلب الستر. فعورة النظر تختلف عن عورة الصلاة، فإن المطلوب في الصلاة أمر زائد على ستر العورة، فإن الله تعالى قد أمر المؤمنين بما هو زائد على مجرد ستر عوراتهم، فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا قدر زائد على مجرد ستر العورة. وأما ستر العورة فقد ذكره الله تعالى قبل ذلك في الآيات حتى يتبين أن المطلوب في الصلاة أكثر من ستر العورة. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. فذكر الله تعالى أن الشيطان فتن بني آدم، ومن فتنته لهم كشف العورات. وامتن الله تعالى على المؤمنين بإنزال اللباس وجعله قسمين، فقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وهذا ما يقصد به ستر العورات، وريشة، وهذا ما يقصد به التجمل. والمطلوب أخذه في الصلاة هو ما هو أكثر من ستر العورة، وهو الزينة، وهو مما يندرج تحت قوله وريشة، أي لباس الزينة. فاقتصار الفقهاء رحمهم الله في ما ذكروه من شروط الصلاة على ستر العورة لأنه الحد الأدنى، لا أنه هو المطلوب على وجه الكمال في الصلاة، إنما المطلوب على وجه الكمال في الصلاة ما هو زائد على ستر العورة، وهو أخذ الزينة، كما قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد ذكر المصنف رحمه الله ما تستر به عورة الصلاة، فقال: بثوب مباح. فذكر في ذلك وصفين: بثوب مباح، هذا الوصف الأول، والوصف الثاني: لا يصف البشرة. فخرج بالمباح المحرم، والمحرم إما أن يكون محرما لذاته، وإما أن يكون محرما لكسبه. فما المراد بالمباح هنا؟ المباح يشمل المباح في ذاته والمباح في كسبه، فيخرج بذلك المباح المحرم لذاته والمحرم لكسبه.
مثال المحرم لذاته ثوب الحريري للرجل، فإنه محرم لذاته ولو اشتراه بأطيب مال عنده. وكذلك ما فيه ذهب أو فضة زائدة عما أذن به في الثياب وهو قدر 4 أصابع أو 2 أصابع أو 3، فإنه لا يجوز استعماله سترا في الصلاة. وكذلك المحرم لكسبه كالمغصوب والمسروق والمنتهب فإنه لا يجوز استعماله في الصلاة. فقوله رحمه الله ستر العورة بثوب مباح أي غير محرم لذاته ولا لكسبه، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أن الثوب المحرم لكسبه أو لذاته إذا استعمل ستارة في الصلاة فإنه يحقق المطلوب من ستر العورة، فلا يشترط في الثوب أن يكون مباحا، لا يشترط أن يكون مباحا، لأن جهة التحريم جهة منفكة، جهة التحريم جهة منفكة، وهذا القول أقرب إلى الصواب. فإن تحريم الحرير وتحريم المغصوب من الثياب في الصلاة وفي غيرها، فإذا استعمله في الصلاة لم يؤثر ذلك على صحة الصلاة على الراجح من القولين، وإن كان الأولى والأحرى والأطيب أن يتجنبه المؤمن في صلاته، لكن من حيث الصحة وعدمها، عدم الصحة يحتاج إلى دليل بين، وهذا قد فعل ما أمر به من ستر ومن صلاة على نحو صحيح، فعدم تصحيح صلاته أو مطالبته بإعادتها يحتاج إلى دليل. أما الوصف الثاني قال لا يصف البشرة، أي أنه يشترط في الثوب الذي يستر للصلاة ألا يصف البشرة، وصف البشرة إما بأن يصف، المقصود بوصف البشرة هنا وصف لونها بأن لا يكون ساترا شفافا يكشف ما وراءه فيبدي لون البشرة، بحيث لو لم يكن إلا هو لعلم لون البشرة من البياض والسواد. وليس المقصود أن تبدو البشرة ولو لم يتبين لونها، أن يبدو العضو ولو لم يتبين لونه، يعني الثوب الآن هذا يبدو من خلال من ورائه أن خلفه جلدا، لكن وقد يعرف بالتقريب يعني درجة لون الجلد، لكنه لا يعرف اللون حقيقة ما هو، هل هو أبيض، هل هو أسود، هل هو متوسط، هل هو بينهما، ما درجة اللون، هذا لا يتبين. فمثل هذا يصح استعماله في الصلاة لأنه لا يصف البشرة. أما إذا كان يصفها بمعنى أنه يعلم لون الجلد ويعرف فإنه لا يحصل به الستر المطلوب. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله والعورة 3 أنواع. المقصود بالعورة هنا العورة في الصلاة لا مطلق العورة، لأن العورة تنقسم إلى قسمين من حيث ما يستر، هناك عورة نظر وهناك عورة صلاة، وبينهما فرق سيأتي الإشارة إلى بعضها بعد قليل. قال رحمه الله والعورة 3 أنواع. ما دليل هذا العد؟ التتبع والاستقراء. دليل هذا التتبع والاستقراء. قال رحمه الله مغلظة، مأخوذة من غليظ وغلظ الشيء، وهو الشيء الشديد. فالعورة المغلظة عرفها بقوله وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، هكذا قال المصنف رحمه الله في بيان أغلظ عورات الصلاة، المرأة الحرة البالغة، فخرج بالحرة الرقيقة وخرج بالبالغة من دون البلوغ، هذه عورتها
جميع بدنها عورة، أي يجب ستره في الصلاة إلا وجهها. فعلم من كلام المؤلف رحمه الله أنه يجب ستر كفيها وقدميها، وهذا أحد الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهي الرواية المشهورة عن أحمد وجوب ستر الكفين والقدمين. أما الوجه فالإجماع منعقد على أنه يجوز كشف الوجه للمرأة في الصلاة، والخلاف في اليدين أقوى من الخلاف في الرجلين، والأصل في ذلك ما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أتصلي المرأة في درع وخمار؟ الخمار ما يغطى به الرأس والدرع ما يغطى به البدن. فسألت: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ الإزار ما يستر به أسفل البدن على وجه الخصوص، يعني تلبس ثوبا واسعا دون أن تلبس إزارا يستر أسفل بدنها، لا يعني أن أسفل بدن مكشوف، لا، يكتفى في ستره بالدرع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا أي واسعا وافيا يغطي ظهور قدميها، أي يجوز لها أن تصلي في درع وخمار إذا كان الدرع أي القميص أو ما يستر به البدن سابغا يغطي ظهور قدميها. وهذا الأثر الصحيح أنه موقوف على أم سلمة رضي الله عنها، لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قولها رضي الله عنه في حكم الرفع. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمشهور أنه موقوف على أم سلمة إلا أنه في حكم المرفوع، لأنها بينت ما يجب مما علمته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا يخفى ولا يجوز أن تفتي بخلاف ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الترمذي، وهذا من الاستدلال الذي في غير محله، حيث جاء في الحديث: المرأة عورة كلها، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. لكن هذا لا يصح الاستدلال، لأن المقصود بالعورة هنا عورة النظر وليست عورة الصلاة، حيث إن حديث ابن مسعود لم يستثني الوجه، والإجماع منعقد على إيش؟ على جواز كشف المرأة وجهها في الصلاة إذا لم يكن أجانب. إذن قوله رحمه الله مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، هذا على أحد القولين في المسألة. والمسألة الثانية أنه ينضاف إلى الوجه الكفان، والقول الثالث أنه ينضاف إليه الوجه والكفان، ينضاف إلى الوجه الكفان والقدمان فليس بعورة. وهذا الأخير هو مذهب مذهب أبي حنيفة رحمه الله خلافا للجمهور، وهو قول في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن القدمين أن بطون القدمين، وفي بعض ما نقل عنه أن القدمين ليست بعورة في الصلاة. ثم قال رحمه الله: ومخففة، بعد أن أتى بأشد ما يكون جاء بأخف ما يكون فقال: ومخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان، القبل والدبر. ثم قال: ومتوسطة، وهي عورته من عداهم من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، وهذه عورة النظر وعورة الصلاة، لكن المأمورة في الصلاة أكثر من هذا، إذ المأمور بالصلاة ستر، أي من المأمور بالصلاة أخذ الزينة ومنه ستر العاتقين. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة
أنه قال إذا صلى أحدكم فليجعل على عاتقيه شيئا، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم إن كان لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به، فدل ذلك على جواز الصلاة مكشوفة الكتفين إلا حال القدرة على ما هو أكثر من ذلك. هذا ما يتعلق بالعورة فيما ذكره المصنف رحمه الله. ومن الفروق بين العورة عورة النظر وعورة الصلاة أن عورة الصلاة مطلوب سترها في كل حين وفي كل حال، سواء كان المصلي منفردا أو كان بين الناس. أما عورة النظر فإنه يجب سترها عن أعين الناس، أما إذا لم يكن من ينظر فإنه لا يجب سترها حينئذ لأجل ستر العورة. بعد ذلك قال المصنف رحمه الله ومنها استقبال. طبعا هناك تفصيلات في العورة، الفخذ وما يتعلق، يعني هناك تفصيلات في مسائل، لكن نحن نقتصر على ما ذكر المصنف حتى نستطيع أن نأتي على ما قررنا من المرور على العبادات إن شاء الله. نعم. ومنها استقبال القبلة، قال تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها، قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة. ومن شروطها النية، وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو آطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا بقية ما ذكره المؤلف رحمه الله في بداية كتاب الصلاة، قال ومنها استقبال القبلة، أي من شروط الصلاة استقبال القبلة. والقبلة هي الوجهة وهي الفعلة من المقابلة، وتطلق القبلة ويراد بها استقبال الكعبة، فصارت القبلة علما للجهة التي تستقبل في الصلاة، فلا يحتاج أن يبين ما هي القبلة للعلم بها، وهي الكعبة إذا كانت بين يديه أو جهتها إذا كان غائبا عنها. وهذا الشرط متفق عليه لا خلاف بين العلماء فيه، فاستقبال الكعبة البيت الحرام شرط لصحة الصلاة، ولذلك سمي أهل الإسلام بأهل القبلة لاجتماعهم على هذه القبلة في صلواتهم. والأصل فيها ما ذكر المصنف رحمه الله، الدليل قوله جل وعلا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فشرع الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللأمة أن يولوا وجوههم شطر المسجد الحرام إذا أرادوا الصلاة. وقوله ومن حيث خرجت في أي جهة كنت، حضرا أو سفرا، في الحرم أو في خارجه، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم، وهذا خطاب للأمة، فولوا وجوهكم شطرة. والذي فرضه الله تعالى هو التوجه إلى جهة القبلة، ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة، وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا هو شطر الجهة، فالمطلوب استقبال الجهة، جهة الكعبة، لا إصابة عينها.
إلا أنهم قالوا من كان في المسجد الحرام في مسجد الكعبة فالواجب عليه إصابة عينها، وحكى بعضهم الإجماع على هذا. وعلى كل حال الاتفاق منعقد على أن من كان غائبا عن الكعبة فإن فرضه والواجب عليه استقبال الجهة، وعلى هذا إذا انحرف يمينا أو يسارا في الجهة فلا حرج عليه وصلاته صحيحة. ومنه يعلم خطأ أولئك الذين يتنطعون في القبلة إلى درجة أن أدنى انحراف يوجب عندهم إشكال. وأيضا يعلم به أي من قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنت فولي وجوهكم شطرة، أنه لا يلزم استعمال الآلات الحديثة التي تحدد جهة القبلة بالإحداثيات، فإن هذا إن حصل فذاك حسن وطيب، لكنه ليس شيئا مطلوبا حتى لو كان ممكنا ومتيسرا وتركه الإنسان واتجه إلى الجهة التي يعلم أنها جهة الكعبة كفاه هذا في المطلوب شرعا. والعجيب أن بعض الناس في بعض المساجد في بعض الجهات كل يوم لهم قبلة، تدخل عليهم مرة هم يصلون كذا ومرة هم يصلون كذا ومرة هم يصلون كذا، هذا واقع، ومرة يحرفون الفرش، يعني في حين أن هذا من الغلط. حتى لو كانت القبلة منحرفة ينبغي أن لا تغير المحاريب، حتى لو جاءوا بالأجهزة وصار في انحراف يمينا أو يسارا، ما داموا في جهة القبلة فالذي يجب هو التوجه إلى جهتها لا إصابة عينها، فهذا لم يفرضه الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على الأمة. قال فإن عجز عن استقبالها، إن عجز عن استقبالها لم يتمكن لمرض أو غيره سقط. والعجز له أسباب عديدة، ذكر صورة منه وفتح الباب بعد ذلك. كل ما كان سببا للعجز عن استقبال القبلة فإنه يسقط وجوب استقبالها، يسقط هذا الشرط. فأينما تولوا فثم وجه الله. فلو كان مريضا لا يستطيع التوجه إلى القبلة بأن كان اتجاهه سريره على جهة غير القبلة ولا يمكن التعديل، أو كان لا يستطيع يشق عليه الحركة والتوجه أو ما إلى ذلك من الأسباب، أو كان مربوطا أو عميت عليه القبلة وهو في مكان لا يعرف أين هي ولا يستطيع الاجتهاد، فإنه يصلي إلى حيث تيسر. أو كان في الطائرة وخشي خروج الوقت وليس هناك مكان معد للصلاة أو لا يعرف الاتجاهات، كل هذا مما يندرج في قوله رحمه الله فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. هذا إشارة إلى أنه لا يختص استقبال القبلة بل جميع الواجبات تسقط بالعجز، استدلالا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ما وجه الدلالة في الآية؟ أن الله تعالى أمر بتقواه قدر الاستطاعة، أي قدر الطاقة، قدر ما يسعه جهد الإنسان ويمكنه بذله. وهذا شامل لكل المأمورات، ولهذا سمى بعض العلماء هذه الآية بقانون الواجبات في الشريعة، ينتظم جميع الواجبات الشرعية تندرج في قوله فاتقوا الله ما استطعتم، افعلوا ما أمركم الله به على قدر طاقتكم، هذا معنى قوله فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وهذا ثاني ما يجوز فيه ترك استقبال القبلة، الحالة الأولى حال العجز وتقدم الكلام عنها، الحالة الثانية في النافلة سفرا. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به،
وهذا تخفيفا من الشارع وتيسيرا رغبة في كثرة النافلة وكثرة العبادة، فكانت سنته صلى الله عليه وسلم أن يصلي حيث توجهت به راحلته. جاء ذلك عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم من حديث ابن عمر وحديث أنس وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيث توجهت به راحلته، لكنه لم يكن يفعل ذلك في المكتوبة، ولذلك في لفظ غير أنه لا يصلي المكتوبة، يعني لا سفرا ولا حضرا لا يصليها في على هذه الحال، بل كان يتوجه إلى جهة الكعبة في سفره وحضره في المكتوبات. وفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه قصر ذلك على حال السفر، فما ثبت حكمه تخصيصا من العام لا يتجاوز ما ورد به التخصيص. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الرخصة في الصلاة على الراحلة لا تختص السفر، بل حتى في الإقامة إذا كان راكبا أو سائرا، وهذا هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله. وذلك أن المعنى الذي من أجله شرعت هذه الرخصة في السفر توجد في الحضر، لا سيما في حضرنا اليوم الذي يمضي الإنسان وقتا طويلا في السيارات والمراكب في المدن الكبيرة طبعا التي تكثر فيها الأعداد ويكثر فيها الزحام. ولهذا الراجح أن هذه الرخصة لا تختص السفر، بل هي في السفر والحضر لمن احتاج إلى ذلك في النافلة، فيصلي على راحلته ولا يلزمه أن يستقبل القبلة. ثم قال رحمه الله: ومن شروطها النية. من شروطها أي من شروط الصلاة النية، وهذا شرط تقدم الكلام عليه ولذلك لم يفصل فيه المصنف رحمه الله. والمقصود بالنية هنا نية العمل، كما هو الشأن في كل ما يذكره الفقهاء من شرط النية في العبادات، نية العمل لا نية المعمول له، لأن نية المعمول له يبحثها الفقهاء يبحثها العلماء في كتب التوحيد، وأما في الفقه فهم يبحثون نية المعمول له. وهنا المقصود بالنية تمييز الأعمال بعضها عن بعض، تمييز العبادات بعضها عن بعض، وتمييز العبادة عن العادة، فهذا هو المقصود بالنية في كلام الفقهاء رحمهم الله. بعد ذلك ختم المؤلف رحمه الله هذه الشروط بذكر موضع الصلاة، فقال: وتصح الصلاة في كل مكان. وهذا محل اتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيصلي حيث تيسر، فأيما امرئ أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. إلا أنه جاء النهي عن الصلاة في بعض المواطن وهي استثناء، فقال فيها المصنف رحمه الله: إلا في محل النجس، هذا أول ما ينهى عن الصلاة فيه. لماذا؟ لأنه يشترط الطهارة في البدن والثياب، والمكان النجس سيباشره المصلي إما وقوفا وإما ركوعا وإما سجودا. وقد قال الله تعالى: وثيابك فطهر، وذكرنا عند الكلام عن هذه الآية أنها تشمل وجوب الطهارة في الثياب بالنص وفي البدن من باب أولى، وفي البقعة باللازم. ثم قال رحمه الله: أو مغصوب. هذا ثاني المواضع التي لا يصح الصلاة فيها المغصوب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله
أنه لا تصح الصلاة في المكان المغصوب، والمقصود المغصوب أي الأرض المغصوبة أو البيت المغصوب، البقعة المغصوبة أرضا أو بيتا أو فناء، وسواء كانت الصلاة من الغاصب نفسه أو ممن يعلم غصبه. فالصلاة في المغصوب ممن علم الغصب سواء باشر الغصب أو لم يباشره لا تصح على ما ذكر المصنف رحمه الله. ودليلهم في ما ذهبوا إليه من عدم صحة الصلاة في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا هذا عمل عملا ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه حيث صلى في أرض مغصوبة. والقول الثاني وهو رواية الثانية في مذهب أحمد رحمه الله أنه تصح الصلاة في الأرض المغصوبة مع التحريم والإثم، وهذا القول هو الصواب. نعم، وهذا القول هو الصواب لأن جهة النهي منفكة. ثم قال: أو في مقبرة. المقبرة اسم لمدفن الموتى، وسميت بهذا لكثرة الدفن فيها، ولهذا قال بعضهم: المكان الذي فيه قبر أو قبران لا يسمى مقبرة، وإنما المقبرة ما كثر الدفن فيه، جريا على أن اللغة لا تطلق مثل هذا البناء إلا فيما كثر فيه ما اشتق منه، فالمسبعة ما كثر فيها السباع، والمضبعة ما كثر فيها الضباع، والمقبرة ما كثر فيها القبور. والذي يظهر والله أعلم أن كل ما سمي مقبرة فإنه يدخل فيما ذكره الفقهاء سواء كان فيه قبر أو كان فيه قبور. ودليل ذلك ما جاء من النصوص الناهية عن اتخاذ المساجد قبورا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. فدل ذلك على أن القبور ليست محلا للصلاة، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ودليل أنه ينهى عن الصلاة عند القبور أو في المقابر سواء كانت قبرا أو أكثر من قبر أن النبي نهى عن الصلاة إلى القبر. واختلفوا في صلاة الجنازة في المقبرة على قولين، فمنهم من قال أنه لا يصلى على الجنائز في القبور، وهذا أحد القولين في مذهب أحمد لعموم النهي عن الصلاة عن الصلاة في المقابر. وقال آخرون: بل يجوز الصلاة على الجنازة في المقابر لأنها صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، فهي ليست صلاة معهودة، لا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، فإنه لا يصلى على الجنائز في البيوت ولا يأمر بالصلاة عليها في البيوت. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر امرأة ماتت كانت تقوم المسجد لم يحضرها صلى الله عليه وسلم، فسأل عن قبرها فجاء فصلى عليها. فدل هذا على جواز صلاة الجنازة في المقبرة، وهكذا فهم الصحابة، فصلى أبو هريرة على عائشة، وكذلك صلي على أم سلمة بين القبور في المقبرة، فدل ذلك على ما تقدم من أنه لا يدخل فيما جاء أنه يعذب. قال: أو حمام. هذا رابع ما ذكر من الأماكن التي لا يصح الصلاة فيها، الحمام. والمقصود بالحمام مكان قضاء الحاجة وما يلحق به، ولذلك قال الفقهاء: لا فرق في الحمام بين مكان الغسل وصب الماء
مكان نزع الثياب. والمقصود بالحمام أيضا إضافة لمكان قضاء الحاجة ما يتخذ مكانا لاستعمال الماء الحار. ولهذا قالوا كل ما يغلق عليه باب الحمام يتناوله النهي. وعليها الآن أماكن الساونا أو الحمامات الحارة فإنه ينهى عن الصلاة فيها سواء كان ذلك في ممراتها أو في أماكن تبديل الثياب أو في أماكن الماء الحار. أما أماكن السباحة لا، ليست داخل، ليست حماما، الحمام هو مكان الماء الحار. قال رحمه الله: والذي يظهر الله تعالى أعلم أنه يخص أماكن كشف العورات، أما ما عدا هذا من الأماكن فإنه لا يصدق عليه الوصف. ولو وسعنا لاتسع الأمر، لأن الآن الحمامات لا سيما الآن فيها مكاتب وفيها أماكن منعزلة لا صلة لها بأماكن كشف العورات، وفيها مسابع كما ذكر الأخ في جهات منها، فلا يمكن التعميم على كل هذا لأنه يتسع، إنما هو الموضع الذي تكشف فيه العورات للاستحمام فيقصر على هذا. ومثله الآن أيضا المراحيض، الآن المراحيض وهي أماكن ومواضع الخلاء قد تكون كبيرة في بعض الأحيان التصميمات وبعض البيوت، فيكون لها ملحقات من المغاسل وما إلى ذلك، هذه لا تأخذ حكم الحمام، لا تأخذ حكم دورات المياه والكنف، فلا يسن أن يقال أعوذ بالله من الخبث والخبائث عند دخولها، ولا يمنع من ذكر الله على القول بمنع ذكر الله فيها وما إلى ذلك، إنما يخص هذا مكان قضاء الحاجة. فتوسع الناس في البناء الآن وطريقة معيشتهم يوجب أن ينظر إلى أن يقصر الحكم على ما كان مشابها لما كان عليه في الزمن السابق حتى لا يضيق على الناس. قال رحمه الله: أو أعطاني ابن أو أعطاني ابن، أعطان جمع عطن، وهو موضع إقامة الإبل، معاطن الإبل مواطن إقامتها، مأواها الذي تأوي إليه وتقيم فيه. فالمعاطن هي المواضع التي تناخ فيها إذا وردت و أوت بعد ذهابها، يعني حظائرها. والنهي عن الصلاة في معاطن الإبل جاء في ما رواه جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ربض الغنم قال نعم، وقالوا له أنصلي في مبارك الإبل قال لا. وأصرح من هذا في الاستدلال حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند أصحاب السنن قال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين.